هذا المشهد ما غتشوفو غير في المنطقة ديال رياض ولفا، ما غتشوفوش شي بلاصة أخرى. نشوفو هذا الشيء اللي واقع هنا للأسف. للأسف ما بقيناش عارفين واش حنا داخل المجال الحضاري ولا داخل المجال القروي. وإلا حاولتي تفهم غادي تصدق. يعني هادشي هنا في رياض الولفة، هانتما كتشوف الحوالة كيدورو في الشارع واخدين راحتهم بدون تدخل أي مسؤول. هادشي في رياض الولفة مدينة الدار البيضاء، باقي عندنا بحال عندنا ماديجا هذا اللي عندهم الحواله وكيخرجوا من الزنقه وكيطلقوهم يرعاو. واش هادشي معقول؟ شوف هما دخلوا لواحد الكراج ديال الطوموبيلات. شوف للاسف للاسف هاد الناس اللي كيربيوهم كيطلقوهم خصهم يتعاقبوا. انا هذا الشارع العام، الى عندك بلاصه فين مربيهم خليهم حداك وجيب لهم ماكله، ماشي طلقهم من الزنقه وخليهم يرعاو. وهذا الشارع هو شارع رئيسي. شوفوا هاد الكارثة، شوف هذا اللي طالقهم خصو يتعاقب، خصو ينال الجزاء ديالو. اننا داخل المجال الحضاري، فينا هم الناس المسؤولين بهذا الحي الحسني؟ فينا هم؟ فينا هي السلطة المحلية هذه المنطقة؟ هذا الشيء غير شوية من بزاف، هذا الشيء غير باش نوضح لكم، هذا الشيء شوية من بزاف، هادشي غير اللي باين، هادشي غير اللي باين. اما لو كان درنا الجهه الاخرى تشوفوا شي حاجه اكثر، غتشوفوا شي حاجه اكثر من هكا. ولكن ما حد المسؤولين ما كيتحركوش، حتى هادوك الناس اللي كيديروا هادشي حتى هما غيبقاو واخدين راحتهم. تخيل معايا دابا انت شاري ابارتمون بزباله ديال الفلوس، غتهبط غتلقى هاد الحالة بحالك. مبقيناش فاهمين شنو واقع في كازا، مبقيناش عارفين شنو داير هنا في الحي الحسني، مبقينا فاهمين والو. ماذا يقع في العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء؟ الباصوي هو داز، كازا أونفارا كطلع، كيجي واحد كيربي البهيم وكيطلقهم يخرجوا للشارع العام.
هادو ما ذنبهم والو، ولكن ذنبهم على هذاك اللي شاريهم ومربيهم. اما بحال هاد الناس اللي كيديروا هاد الافعال خصهم يتعاقبوا. السيدة العمدة ديال مدينة الدار البيضاء، شوفي شنو واقع في كازا، شوفي شنو واقع في رياض ولفا، شوفي شنو واقع في عمالة الحي الحسني. الساكنة والناس راه ما راضينش بهذا الوضع. ما راضينش بهذا الشيء، ولكن مع من غتهضر؟ سي أمين، الحي الحسني كله كوارة ديال البهايم والكراول. فعلا فعلا سي أمين، متفق معاك. سوق نموذجي مازال ما تحلش، نديروين فيه كوارة ديال البهايم، ديال بزاف ديال الحوايج. شوف شوفوا معايا، شوفوا عاملة الحي الحسني شنو واقع فيها. والله تا كيضرتي في الخاطر وحق الله، هادشي كيدير في الخاطر. ما عرفتش الناس المسؤولين كيفاش حتى كيتخلصوا وكيفاش حتى كيخدموا، ما فهمتش انا. هما اللي خصهم يلقاو الحل لهادشي. كاننا داخل المجال القراوي، والمجال القراوي ما كتلقاش فيه بحال هكا. السؤال هو ماذا يقع في مدينة الدار البيضاء؟ شنو واقع في الحي الحسني؟ نتمنى من السيدة العامل ديال الحي الحسني باش يوصل لهاد اللايف باش تشوف شنو واقع عندها في العمالة. صعيب هادشي. إلا كانوا الناس المسؤولين ما كيوصلوش الرسالة كيف ما هي، أنا غادي نوصلها بالمباشر. أمين مسؤولين خارج تغطية من الآخر. فعلا إلا من رحم ربي. هادي السعدي ملي كازا مدينة، اش غادي ملي كازا مدينة نيويورك شنو غنسميوها؟ ما عرفتش، كذبش عليك. هادا كازا وشو شنو واقع فيها؟ كاين ذنوبها على الناس اللي ما باغاش تخدم. الله يدير شي تاويل الخير، وغادي نوصل على نهاية هذا البث المباشر. تلقاو في بث آخر إن شاء الله، بارطاجيو الماكسيموم باش الرسالة توصل كيف ما هي. تبقاو على خير.